القنينة الأشرار، حكاية من التراث الألماني. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك مخلوقات شريرة. كانت هذه المخلوقات الشريرة تهيم على الأرض، مسببة للبشر الألم والمعاناة والخوف. شرير واحد فقط من هؤلاء الأشرار استطاع أن يفلت من أيدي هؤلاء الناس الذين استطاعوا أن يمسكوهم الواحد تلو الآخر. على كل حال، بقي لديهم شرير واحد وهو المشكلة. بعد ذلك وضع الأشخاص الأقوياء الأشرار في قناني وأوعية وقوارير، ورموا بهم في طبقات الأرض. هنالك أشرار في صناديق، وأشرار في براميل، وأشرار في قناني، وأشرار في كل شيء مقفل ومحكم السداد كي لا يخرج ثانية إلى العالم. بعد هذا كله وحتى الآن، لا زالت الصناديق والبراميل والقناني موجودة في مكان ما من العالم وفيها الأشرار. نحن أشرار. كان يعيش في غابة قاطع خشب فقير. كان يعمل من الصباح الباكر وحتى آخر الليل، وكان عمله شاقا جدا. كان يجهد نفسه هكذا من أجل أن يبعث المال لولده في المدينة. بعد ذلك وفي أحد الأيام، وبينما كان الأب جالسا يفكر بابنه الذي اعتقد بأنه سيتخرج طبيبا لكي يساعده، دخل عليه الابن. لقد أتيت يا أبي. ما الذي تفعله هنا؟ ألم تذهب إلى المدرسة بعد؟ لا، لقد رسبت، لذلك لن أذهب. ماذا تقول؟ رسبت؟ على كل حال، لا أعتقد بأني سأستطيع أن أصبح طبيباً. إذن كل النقود التي بعثتها لك ضاعت بلا فائدة؟ لا تقلق بشأن ذلك، إن حكمة الله هي التي شاءت أن أفشل في دراستي. على كل حال، أعتقد أنه من الأفضل لي أن أصبح قاطع أخشاب. هذا العمل أفضل بكثير، صدقني. الطفل لا يستطيع أن يفهم مشاعر وطموحات والديه. قاطع الخشب كان يعرف أن مهنته صعبة وشاقة، لذلك أراد لولده الخير والعمل الأحسن. أراده أن ينهي دراسته ويصبح طبيبا. أبي، ما رأيك أن أذهب معك إلى العمل وأساعدك؟ ومن الآن فصاعدا سأتعلم كيف أكون قاطع أخشاب ماهر. لن أسمح لك بذلك، ليس هو العمل الذي تستطيع أن تقوم به. إنك لا تستطيع القيام لمثل هذه الأعمال الشاقة. لا تقلق يا أبي، سأتمرن وأحاول، فمهنة قاطع الخشب ليست صعبة. سأريك كيف أن عضلاتي قوية، انظر. كان الابن متلهفا لمساعدة والده، لكنه عندما ابتدأ العمل فعلا خارت قواه وضاع حماسه، وسرعان ما دب التعب في أوصاله. لا أستطيع الاستمرار في العمل أكثر من ذلك، أنا لا أصلح. هل رأيت؟ ألم أقل لك بأنك عديم الفائدة؟ على كل حال، سأجد ما أتعلمه بأي طريقة وسوف أريك ذلك. أنا ذاهب لأتمشى. هل تعتقد بأن السعادة تأتيك وأنت منتجع في عرض الطريق تنتظر المساعدة؟ إنك كسول. كان الابن مقتنعا بأنه سيكون سعيدا بأي حال من الأحوال، كما أنه لم يكترث أبدا لفشله في الدراسة. أخرجوني، ساعدوني، ساعدوني، أخرجوني. من هناك؟ من يتكلم؟ أين أنت؟ أنا هنا بين جذور شجرة البلوط، أخرجني أرجوك، هيا. ما هذا؟ إنها قنينة صغيرة جدا. أخرجني أرجوك. نظر إليها بدقة فوجد في داخلها مخلوقا عجيبا. أخرجني، يجب عليك أن تخرجني أرجوك.
أنتم وأنا نعلم ما بداخل القنينة، لكن الإبن لا يعلم. فتح الولد القنينة. لقد خلع كتفي داخل القنينة، سأتمرن قليلا. واحد، اثنان، ثلاث، واحد. أوجعت لي قدمي. من أنت؟ ماذا تريد؟ من أنت؟ أنا شرير، وضعوني في هذه القنينة منذ زمن طويل. شكرا لك على مساعدتك. نعم سأكافئك. تكافئني؟ ماذا ستعطيني؟ سأقتلك. هذه هي المكافأة التي سأعطيك إياها. تقتلني؟ تقتلني؟ ما هذه المكافأة اللا إنسانية؟ أنا شرير، ومن الطبيعي أن يكون الشرير سيئا. لذلك عندما تصنع لي معروفا وأقدم لك مكافأة، يجب أن تكون مكافأتي شرا. انتظر، انتظر، انتظر. وفجأة خطرت له فكرة سريعة. ماذا بك؟ ألا تريد مكافأتي لك؟ بلى بلى، ولكن بشرط أن تثبت لي أنك شرير. نعم. ماذا؟ اثبت لي أنك شرير حقيقي وبعدها اقتلني. أي نوع من البرهان تحتاج؟ أن تدخل إلى القنينة وتصبح شريرا في القنينة، وإذا استطعت أن تفعل ذلك سأصدقك في الحال. هل تستطيع؟ هذا عمل سهل. انظر، فقط امسك هذه لي وسترى. أوه، إنها ثقيلة. الآن لاحظني بدقة. ما رأيك الآن؟ ساعدني أرجوك، أخرجي من هنا. هيا هيا. أبدا، سوف لن أدعك تخرج ثانية. أعرف ما الذي ستفعله إذا أخرجتك، لذا لا أحتاج لهذه المكافأة. أخرجني وسوف أعطيك مكافأة جديدة. جديدة؟ ما هذه المكافأة الجديدة؟ ها؟ حسنا، سأعطيك هذه العصا المهلكة. العصا المهلكة؟ وما الفائدة منها؟ ماذا سأفعل بها؟ اسمع، هناك زر في هذه العصا، إذا ضغطت على الزر تتحول العصا المهلكة إلى عصا تستطيع أن تشفي بها أي مرض خطير أو أي جرح. لكنها كبيرة جدا، ألا تستطيع أن تجعلها أصغر من هذه؟ لفه إلى اليمين. حسنا، سأفعل ذلك حين أصل إلى البيت. وداعا. كلا، انتظر، لفه هنا. نعم. حالما سمع الابن قول الشرير قرر أن يجرب العصا برجله الموجوعة. فعلا لقد شفي الجرح. حسنا، أخرجني الآن. هيا بسرعة. ألا زلت مصمما على تنفيذ الأعمال الشريرة حين تخرج؟ ها؟ طبعا، لقد حبست هنا مدة طويلة وقد تعذبت كثيرا، لذلك يجب أن أكون شريرا. لهذا السبب سأتركك هنا. لا تستطيع، لقد وعدتني. أنا فعلا متأسف لأنني نقضت وعدي لك، لكن الكثير من الناس سوف يكرهونني إذا تركتك تخرج من هنا، لأنك ستؤذيهم، لذا سأتركك هنا. وداعا. انتظر، انتظر، انك كاذب. هيا اخرجني، اخرجني. لا تستطيع ان تخدع شريرا. اخرجني ارجوك. شكرا للعصا التي جعلت من ابن قاطع الخشب طبيبا. بعد ذلك لا فائدة من الكسل والاعتماد على الغير، فلقد اخذ ذلك الابن عبرة من الشرير واستخدم ذكاءه في استعمال العصا التي تشفي الجروح واصبح غنيا، فقد كانت مستشفاه تعج بالمرضى. حسنا، المريض التالي. لا زال هناك الكثير من الأشرار المحبوسين في قنان مبعثرة هنا وهناك في هذا العالم الواسع. أخرجوني، ساعدوني، أنقذوني، أخرجوني. وهكذا وصلنا إلى نهاية أسطورتنا القديمة. طبعا هذه الأسطورة لا صحة لها ولا وجود.